وقع حادث سير مروع صباح اليوم على الطريق الوطنية رقم 1 بين تزنيت وأكادير، حيث اصطدمت حافلتان لنقل العمال الزراعيين. كانت إحداهما قادمة من تزنيت بينما كانت الأخرى متوقفة بجانب الطريق. أدى الحادث إلى وفاة عاملتين زراعيتين وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة. تم نقل المصابين إلى مستشفى في أكادير لتلقي العلاج. لا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق، وتثير الحادثة مجدداً التساؤلات حول سلامة الطرقات والالتزام بقوانين السير في المنطقة.